أخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وفي رواية الإمام أحمد قال: يا رسول الله، فباب نتمسك به جامع. سبحان الله، الباب هو المدخل للشيء والخروج منه، يعني أريد شيئا أدخل منه وأخرج منه بحيث لا أستغني عنه، وذلك لأن الباب طريق الدخول وطريق الخروج ويكون معه النجاة. ولذلك ماذا قال الأعرابي؟ سبحان الله، كما قال أنس: نتمنى أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل. قال: فباب نتمسك به جامع. قال: جامع يعني شامل لكل شيء.